يعني نحن كفريق متهمين، مش متهمين يعني منسوب لنا انه نحن يعني مع اللامركزيه، وربما في من جمهورنا مع الفيدراليه، وبتعرفي عم بينحكى كثير اليوم بالفيدراليه باوساط معينه كردة فعل على المأزق الكبير الوطني اللي وصلنا له، وانه نحن مقدمين اقتراح قانون، وانا ماضي مع الزميلين رازي الحج وغادة ايوب بالنسبه للصندوق السيادي، واخذ بعدد كبير من الاحكام اللي نحن اوردناها باقتراحنا بالصيغه النهائيه. بس كله هيدا سيد جوزيفين، انا اليوم لا محمس روح على صيغه لمركزيه، ولا محمس على الصناديق، ولا محمس على شيء بوجود 100,000 صاروخ ومليونين نازح. انا مشكلتي هون، انا علقانه معي القصه هون. كل شيء بنعمله، وفي عندي فريق بلبنان مسلح وعنده سيطره كامله على جمهور وعلى ارض، وعنده حريه حمل هذا السلاح واستعماله على الحدود وبالداخل وبالخارج وما بدك، وعندي مليونين نازح ما عم بعرف قديه عم بيتطور عددهم، شو واقعهم، اذا مسلحين يا ما لا، اذا قابلين للتسليح يا ما لا. انا بوجود هالخطرين الوجوديين، كل هودي مسكنات ما بدي اقول لك عم نضحك فيهم على الناس، بس انه عم نقول للناس انه مشكلتنا هون اذا مركزي او لا مركزي نظامنا، اذا بنعمل صندوق او ما بنعمل صندوق، ضروريات هودي واكيد لازم نروح عليهم، بس المشكله مش هون. يعني مش اذا عملنا هون رح تنحل مشاكل لبنان، مشاكل لبنان هو بعدم المساواه بين ابنائه، نعم، نتيجه فريق مسلح، وبالمشكله والمعضله اللي اسمها النزوح السوري. هون لازم يكون جهدنا منصب، هودي اللي بدهم حلول وبدهم نقاش وطني كبير. طيب، وبعدين بنروح على هوديك. بس انت بتعرف اول شيء مشكله النزوح السوري واللاجئين السوريين هو منا مشكله لبنانيه فقط، هي مشكله دوليه واراده دوليه، وانه هو هذا القرار لازم يكون لنا راي، لازم يكون لنا راي ودور وحركه بهذا الاتجاه. في راي، وفي راي مش بس عند الاوقات اللبنانيه، عند كثير من القوى السياسيه اللبنانيه. هي واحد. اثنين، موضوع حزب الله، موضوع حزب الله كمان هو موضوع يتخطى القدرة اللبنانية، بس هو حزب الله نفسه أكثر من مرة أكد على لبننته إذا بدك، عمله ضمن السياق اللبناني، ولهذا ولأنه هيك ما قدر يوصل رئيس جمهورية بمعارضتكم، وبالتالي اليوم أن يعني نطلت خلف هذين العنوانين لعدم القيام بأي شيء، مثل هيك عم بيقول أنه جبران باسيل على الأقل، أنه اليوم إذا أنا قدرت حصلت اللامركزية الإدارية اللي هي بند إصلاحي، وهو إنجاز ممكن يأثر على مستقبل لبنان على مدى 50 سنة. واضحة الفكرة، بس خليني أكمل لك. أنا عم بقول لك بالأول بالاستراتيجي العام، أنا مش شغلتي غش الناس، أنا شغلتي كون صريح مع الناس وقول إنه هاو هن المشاكل الأساسية بلبنان اللي بدون حلن حل نهائي لن تستقيم الأمور. مش هالشي يعني إنه نحن منتكتف وما بنعود نعمل شيء لحل هالأزمتين اللي أنا بشاركك إنه فيهم بعد إقليمي، بس في رأي وفي صمود وفي يعني عزيمة عند الشعب اللبناني لحلن. هذا اللي أنا عم بدعيله، ما نستسلم إنه قدرنا يبقى في 100,000 صاروخ عنا و100,000 مسلح، وقدرنا يبقى عنا مليونين نازح، وانه نحن نقول لا حول لنا ولا قوه، لا، هيدي الارض ارضنا والبلاد بلادنا. بس بدي انتقل للي طرحه الوزير باسيل. نحن اللي عم نقوله انه اللامركزيه مطلب حق، الصندوق الائتماني اللي هو اداره اصول الدوله، اللي على فكره بين هلالين نحن كقوات لبنانيه مقدمين اقتراح قانون بهذا المعنى، ما بعرف اذا الوزير باسيل معه خبره، بس لانه يمكن بعد ما تحول الى اللجان من قبل الرئيس بري، بعد يمكن ما اطلع عليه، ونحن بندعيه انه يشارك بنقاشه هو وكتلته، يغيروا اللي لازم يتغير اكيد مع اكثريه النواب بنقاش واضح. بس انه هول على اهميتهم يا سيد جوزيفين، انا ما بقايد فيهم رئاسه الجمهوريه، وما بقول انه اعطوني بهاي الايد لاعطيكم بالايد الثانيه. أنا إذا كنت مسؤول وعندي حرص على مصلحة البلاد العليا، بدي رئيس ما بساوم على مواصفاته السيادية والإصلاحية، وبدي هول بنفس الوقت، وهودي حق وهو موجودين وما في شيء مانعك. جاوبك امبارح الوزير باسيل على هذا الكلام وقال إنه هذا مش مقايدة،
انه من البعض راها وفسرها على انه مقيده، ولكن هذه مش مقيده. طيب مش مقيده. وعم بقول لك هو شو قال امبارح. ستي مش مقيده، هو شو قال بالحرفيه لسانه، قالوا من كم يوم يعني محلنا ننسى، قال اعطوني، استعمل صيغه اعطوني يعني لفريق معين اللي هو حزب الله، واعطوني لإلي، مش لإلك بده ينعطى، بده ينعطى للبلد كله، هي اولا بالشكل يعني العباره ما كانت موفقه، عم بيقول اعطوني اللامركزيه والصندوق وانا بتساهل برئاسه الجمهوريه، بمعنى برفع الفيتو، بمعنى التضحيه، بمعنى برفع الفيتو عن سامي فرجيه. نحن اللي عم نقوله لا انت المرجع بالتلقي ولا حزب الله المرجع بالاعطاء، خيي فيك اقتراح شو؟ مش ناطرين هذه، مش حسنه من حزب الله انه نروح نناقش قانون لمركزيه، وكنا عم نناقشه قبل 2019 قبل الكورونا كنا عم نناقشه.